بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمانا من العذاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما قوام هذا الدين، وهو الذي جعل الله بهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فضمن الفلاح الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فلهم الخسارة ولهم الدمار. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال لأصحابه: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولما عطل بنو إسرائيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يطيعوا الواعظين والناصحين، أخذهم الله بالعقوبة وجعلهم قردة وخنازير. قال سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سر بقاء هذه الأمة. قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام موجوداً في هذه الأمة فإن الله يحفظها به وينصرها، وإذا تخلت عنه أو تخلى عنه بعضها فإن الله يعاجلهم بالعقوبة
كما عاجل من كان قبلهم. والمعروف المراد به كل ما أمر الله به أو أمر به رسوله، سمي معروفاً لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله سمي منكراً لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. فلا صلاح لهذا المجتمع ولا لهذه البلاد، لا صلاح لهم ولا بقاء لهم إلا ببقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم. فإذا ضيعوهما فإن الله جل وعلا يؤاخذهم بالعقوبة كما أخذ الذين من قبلهم. ولهذا اهتمت هذه الدولة المباركة في هذه البلاد، اهتمت بهذا الجانب، وجعلت له هيئة مستقلة رسمية تقوم به في كل بلد من بلدان هذه المملكة. جعلوا هيئة عامة وتحتها فروع، وتحتها فروع في كل جهة يقومون بهذا الواجب العظيم. كانت هذه الدولة منذ نشأتها على يد عبد العزيز، على يد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود غفر الله له ورحمه، كانت تهتم بهذا الأمر وتوليه عناية تامة، وتقف إلى جانب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تؤيدهم وتحميهم وتحثهم عليه. فأمدها الله بالنصر وأمدها بالتأييد، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا جانب عظيم ينبغي العناية به والتعاون عليه وتشجيع من قام به والدعاء لهم وتأييدهم والوقوف إلى جانبهم وتعزيزهم حتى ينشطوا ويشعروا أنهم يؤيدون وأنهم يحمون من قبل ولاة أمورهم. لكن لا شك أن هناك من لا يرضى بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هناك منافقين، لا شك أن هناك أصحاب شهوات محرمة لا يريدون أن يروا من ينكر عليهم ويأخذ على أيديهم. فلذلك تقرؤون في الصحف اليومية من يتناول هذه الهيئة وأعضاءها باللوم والتنقص والتماس العثرات لهم ليقللوا من شأنهم وليبغضوهم إلى الناس، حتى كأنهم إرهابيون يخيفون الناس، ما كأنهم نصحاء يعالجون أمراض المجتمع ويأخذون على أيدي السفهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهؤلاء مثلاً، ضرب للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن يعارضونهم ويقفون في طريقهم، ضرب لهم مثلاً بقوم استهموا على سفينة، استهموا
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان أهل الرأي وأهل العلم والمشورة في أعلاها، وكان من دونهم في أسفلها من عامة الرعية، وكان الذين في أسفلها يستقون الماء من فوق من الدور العلوي محافظة على السفينة أن تغرق، فكانوا يصعدون كلما أرادوا الماء ويأخذونه من الدور الذي فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. انظروا، يريدون أن يخرقوا السفينة في لجة البحر، معلوم أنها إذا خرقت غرقت هي ومن فيها، فلا بد أن الذين في الدور الأعلى يأخذون على أيديهم ويمنعونهم من هذا السفه، وإلا هلكوا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. فلو أن هؤلاء الصحفيين أطيعوا في سفاهتهم وأطيعوا فيما يقولون وعطل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغرقت الأمة كلها جميعا ولهلكت البلاد كلها جميعا، الأخيار والأشرار، لأن العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وانظروا في هذا الحديث: لو أنهم أخذوا على أيديهم، يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم يخرقون السفينة، وهو مثال لمن يريد أن يترك جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويثبط عنه ويطالب بإلغائه، لهلكوا جميعا أخيارهم وأشرارهم. فلنتق الله أيها المسلمون، ولننكر غاية الإنكار على هؤلاء السفهاء الذين يعبثون في هذا الجهاز يطالبون بإلغائه نهائيا، فلما لم يتمكنوا من ذلك صاروا يلتمسون العثرات والسقطات على أعضاء الهيئة ويكذبون عليهم، يريدون أن يسقطوا مكانتهم وأن يقللوا من شأنهم وأن يبغضوهم إلى الناس. فلنحذر من هؤلاء وننكر عليهم غاية الإنكار بحسب ما نقدر عليه، لنأخذ على أيديهم ما استطعنا، لأنهم يريدون أن يهلكوا المجتمع، يريدون أن تكون هذه البلاد مثل البلاد الأخرى ليس فيها أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وليس فيها أخلاق، وليس فيها حياة ولا عفة، وليس فيها كرامة أمثال البهائم، يريدون تغريب البلاد، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وعلى الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يصبروا على ذلك. والنصر إن شاء الله، النصر حليفهم، فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يتعرض لأذى، ولكنه يصبر. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك
إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. والله جل وعلا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يوصي بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى، لكنه يصبر على ذلك، والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته ومقدرته. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا يسع أحدًا أن يرى المنكر ويقره، بل لا بد أن ينكره ولو بقلبه. إن استطاع أن يزيله بيده، وهذا لا يكون إلا لأصحاب السلطة ولمن ولاهم ولي الأمر من رجال الحسبة، فإنه يجب عليهم تغييره وإزالته بأيديهم. أما من ليس له سلطة فإنه ينكره بلسانه، وذلك بالبيان، ذلك بالبيان، بالمحاضرات، بالدروس، في مناصحة من يقعون في المنكرات، في إبلاغ ولاة الأمور عما يحصل. هذا من الإنكار باللسان، ولا يسعه أن يسكت وهو يقدر أن يتكلم، يتكلم بلسانه أو يكتب بقلمه، فإن هذا من الإنكار باللسان. فإن لم يستطع بلسانه فإنه ينكره بقلبه، يكرهه ويكره أصحابه، ويبتعد عن أصحاب المنكر، ولا يجالسهم ولا يواكلهم ولا يطمئن إليهم ولا يأنس بهم، بل يبعد عنهم. لأن بني إسرائيل كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم بعد ذلك يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمنعهم أن يكونوا أن يجالسوا أهل المنكر ويؤكلونهم ويصاحبونهم. فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنهم على لسان أنبيائهم. فلنحذر أن نقع فيما وقعوا فيه، فنخالط أهل الشر ونجالسهم ونأنس بهم ونضاحكهم دون أن ننكر عليهم ونبين لهم. فعليكم أن تنكروا المنكر على حسب استطاعتكم. ومما يجدر التنبيه عليه أن صاحب البيت له يد وله سلطة، كل صاحب بيت له سلطة على أهل بيته، يغير بيده. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وقال سبحانه لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة
واصطبر عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فسلطتك في بيتك ويدك في بيتك لا أحد يمنعك منها، لا حتى ولي الأمر السلطان ما يمنعك أن تأمر أهل بيتك وأن تنصحهم وأن تأخذ على أيديهم وتلزمهم بالحق وتربيهم على الخير. ولا يدري أحد عما في بيتك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أنت عليك أن تقوم على أهل بيتك. ولا يغرنكم الذين يحذرون من العنف الأسري اليوم، فلا يريدون صاحب البيت أن يأمر في بيته ولا ينهى ولا يؤدب، ويقولون هذا العنف الأسري، وينادون بمنع أصحاب البيوت عن تأديب أولادهم ونسائهم ومن في بيوتهم. فلنحذر من هذه الظاهرة السيئة وهذه الناعقة التي تريد أن تعطل الأمر حتى في البيوت، تريد أن تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في البيوت. فلا تجعل لصاحب البيت سلطاناً على أهل بيته، ويترك كل أحد وهواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح لهم ولرعيتهم ولبلادهم. اللهم وفقهم لما فيه الخير والصلاح، اللهم وفقهم لما فيه الخير والصلاح لهم ولمن تحت أيديهم يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله